نشر ثقافة الصورة هو أحد أهداف مهرجان بيروت للصورة الذي يستمر مدة شهر متنقلا بين أكثر من موقع ومدينة لبنانية. المهرجان الذي تنظمه جمعية مهرجان الصورة الذاكرة بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب يشارك فيه مصورون من كل أنحاء العالم ويعرض مجموعات نادرة بينها رائدتان عربيتان في مجال التصوير هما كريمة عبود وماري الخازن ويوثق كذلك مئوية دولة لبنان الكبير. مهرجان دولي، الفكرة تبعنا انه نقدر نتواصل مع كل العالم الخارجي من خلال الصورة. بهذا النهار عم نكرم مصورة رائدة بعالم التصوير، امرأة من فلسطين اسمها كريمة عبود، هي اول من حمل الكاميرا بشكل الاوسط. هول الصور يعني عمر عليهم اكثر من 110 سنين، بيشبهوا كثير صور موجودين ببيروت باسواق بيروت، اللي كمان بيحكوا قصة بيروت بالقرن الماضي. مجموعة كريمة سعيد عبود بتمثل إرث تاريخي، سبب رئيسي إنه هي بتمثل فترة ذهبية في التصوير في بلاد الشام. كانت كريمة تتنقل ما بين هذه البلاد بعد ما ذاع صيتها وافتتحت 4 استديوهات في فلسطين، في بيت لحم والقدس ويافا والناصرة. كريمة اللي كان يميزها بأنها تعلمت من عدد كبير من المصورين في العالم. بالإضافة لذلك كريمة خرجت من الاستديو، صورت الشارع، صورت الطبيعة. عندنا ماريا الخازم اللي هي مصورة لبنانية من الأربعينات، بس مش محترفة، كانت هاوية تصور عائلتها وأصحابها بأهدن. قدرنا كمان نستحصل على الأرشيف تبعها ونكون اليوم حاضر معنا. كان عندها هم مبين، يعني تعمل نوع من الأفيشاج، نوع من الإعلان لشغلة إنه هي بتصور النسوان ببوزات رجالية، إذا بدك بتياب رجالية مع الطربوش، تحاول انه يعني تبين تفرجي نفسها كانها متحرره. فينا نقول انها متحرره من استوديو، بتصور ناس بحياتهم اليوميه. هذا المهرجان ايضا كشف عن طاقات شبابيه خلت الشباب يتاقلم مع جيل الرواد، لذلك قدم الوان فوتوغرافيه فيها روح الشباب وفيها عقليه الجيل من الرواد، وهنا يقبل الإبداع في حالتين ركز عليه هذا المرجان، هو عين ذكية وعقل يفكر باستمرار. أنا أختص في صناعة صور الصحراء وجمال الصحراء وما يحيط بها، إنه عالم جميل. وينضم إلينا من بيروت رمزي حيدر مدير مهرجان بيروت للصور. مساء الخير أستاذ رمزي وأهلا بك، واشتقنا يعني لبيروت ولك ولدار المصور، وسعيدة أنه استضيفك وأراك، يعني ياريت لو وجها لوجه. فإذا هذا المهرجان يجمع صور تنتمي إلى كل، عندك دعوة على بيروت على كل حال بأي وقت، ونحن مشتاقين وبيروت مشتاقت لك. تسلم يا رمزي. فإذا هذا المهرجان يضم صور من حقب زمنية متعددة ولمصورين راحلين ومصورين طبعا محترفين ما يزالون على قيد الحياة ومصورين أيضا هواة. ما الهدف من جمع كل هذه الحقب والأنواع في مهرجان واحد؟ أول شيء خلينا نقول نحكي شوي عن فكرة مهرجان بيروت للصورة. نعم. اللي هي فكرة يعني كانت قديمة شوي، ولكن حان الوقت هلأ أنه نعلن عنها لسببين. السبب الأول أنه بيروت معروفة، أنه بيروت هي تاريخياً الصورة موجودة فيها، تاريخيا الكلمة موجودة فيها، تاريخيا الصورة بكل معانيها الثقافية والاجتماعية والسياسية موجودة فيها. السنة قررنا نطلق مهرجان بيروت للصورة، وكانت انطلاقته
كتير قوية لسبب كتير بسيط، الناس متعطشة إنها تشوف صور، والناس متعطشة أكتر تعرف عن الصورة وتكوينات الصورة. كانطلاقة أولى لإله قررنا أن نكرم سيدتان، الأولى من فلسطين من أصول لبنانية كريمة العبود، اللي هي تعتبر رائدة من رواد الصورة في العالم العربي والغربي، يعني عم نحكي عن وحدة بالعشرينات وبسنة 1913 بلشت تصور، يعني كانت الكاميرا مش موجودة أو مش متناولة للجميع، أو كانت مش كل الناس تقبل فكرة الصورة لسبب كتير بسيط، يعني في ما في ثقافة بالشرق ثقافة الصورة، ولكن اليوم اختلفت الأوضاع. كان تجاوب كبير معنا اللي قدموا صورهم 678 مشترك، كان من دول العربية ومن دول الغرب، يعني كان من أمريكا من أستراليا، يعني بكل المنطقة، وكانت المشاركة متنوعة. كان في دوكومنت، يعني تحقيقات مصورة. عفوا تفضلي. نعم رفدي، قديك أيضا مهم هذا المهرجان بهذا التوقيت تحديدا لإعادة يعني إعادة الاعتبار ليس فقط للمصورين وأيضا لثقافة الصورة في زمن يعني بات فيه التصوير مهنة الجميع؟ يعني أنت تعرف أكثر مني أنه خاصة بعد العام 2011 الكل صار مصور، إن كان بجهاز الهاتف أو بالكاميرا الخاصة به بدون تعلم حرفة التصوير. عشان هيك نحن بحاجة نعمم فكرة التصوير، نعمم ثقافة الصورة، نعرف أمتى نصور وأمتى ما نصور، نعرف كيفية استعمال الصورة، نعرف كيفية تسويقها للصورة، مش نصور مجرد لنصور. عشان هيك نحن بحاجة كتير أنه خاصة بالشرق، لأنه نحن مجتمعنا مجتمع مغلق وبحاجة أكثر نعرف عن التصوير. بلشنا أكثر نهتم بالصورة، نحكي عن الصورة، بس ما بنعرف كيفية استعمالها للصورة، ما بنعرف أهميتها للصورة. يعني إذا بنرجع بالحقب الماضي أو المهرجان، برز ثلاث أعمال إذا بدك مصورين بالعشرينيات وما قبل، يعني عم نحكي عن 100 سنة تصوير. لنقول للناس اللي عم يصوروا اليوم انه قديش اهميتها للصورة، قديش مهم نعرف كيف نصورها، لانه اذا كان عندنا صور الى قيمة وصناعتها سليمة، يعني معناته حتعيش مثل ما عاشوا الصور اللي قبلهم اللي عم نفرجيهم هلأ، كريمة عبود، صور بيروت القديمة، صور ماريا الخازم. لو ما كانوا مشغولين بشكل سليم ما كنا ما كنا منتذكرهم. أحيانا ذاكرتهم لسبب كتير بسيط أنه هولي الصور لهم قيمة تاريخية وزمنية. نعم صحيح، وخاصة أنه الصور للمصورين أو المصورات اللي ذكرتهم بيحملوا فكرة غريبة وفكرة فيها تجديد ما، على عكس معارض الصور التي تقام حاليا وهي بالغالب مخصصة للحروب والدمار. يعني في مفارقة فعلا بين حاجتنا إلى ثقافة الصورة اليوم وبين هذا الانتشار الواسع لثقافة الوحشية إذا بدك. خليني أوصف لك كيف كانت مشاركة الأشخاص اللي قدموا أعمالهم، اللي هني مثل ما قلت كانوا 678 مصور من 41 بلد، 3884 صورة اللي استلمناهم، ولكن اللي اخترنا 600 صورة وزعناهم على 22 موقع بلبنان، 17 داخل بيروت، وبعدين رحنا على المناطق بيروت بعلبك وصيدا وصور وطرابلس وحمينا. اخترنا كل الصور اللي بعيدة عن الحروب، ولكن كان بعض الصور اللي كانت موجودة إلى علاقة بالحرب اللي دائرة بسوريا، صور من حلب وصور من العراق، كانوا أخدين يعني جزء بسيط من المشروع، ولكن كانوا حاضرين، وكنا عم نختار صور بتعبر عن الأزمة، لأنه ما فينا نعتبر إنه اللي صار واللي عم يصير بسوريا أو بالعراق أو باليمن مش موجود. لا صحيح. موجود، ولكن كان عنده مساحة محددة يعني.
نعم رمزي، كيف كان شكل احتضان اليافعين؟ كما قرأت أنا في أحد في موقع المهرجان أنه كان في احتضان لليافعين طبعا محليا وعربيا، فشو شكل مشاركتهم كانت؟ اللي الحقيقة يعني أنا كمصور يمكن لأكثر من 35 سنة شفت أعمال الشباب اللي هلأ يعني اللي هن بالعشرينات يختلف عن النوع الصورة اللي ربينا عليها، الصورة الكلاسيكية، الصورة العادية، يعني نوع حديث ومبدع، وفي يقول عنه مرهف كمان وسهل إنه نتقبله. عشان هيك كانت الانطلاقة تبعنا أو الدعوة تبعنا كانت مفتوحة للجميع، للهواة والمحترفين، لكل الفئات العمرية، ومن هون كانت النتيجة كتير إيجابية، وخاصة اليافعين اللي عم تحكي عنهم مبدعين مبدعين عن جد مبدعين. أنا سعيد بمشاركتهم، ومن هلأ بقول لهم نحن على موعد معهم بال2020، بندعيهم من اليوم يشتغلوا ويكون شغلهم ضمن مهرجان بيروت للصورة بال2020 تحت تسمية الذاكرة الإنسانية، الذاكرة الثقافية. مش ضروري يعني يكون الصورة ذاكرة 100 سنة أو 200 سنة، ذاكرة اللحظة، ذاكرتنا اليوم، يعني خاصة بقول للشباب اليافعين. نعم ورمزي، طبعا سؤال أخير للأسف لضيق الوقت، قد ايه مهم أيضا أن هذا المهرجان تجول في مدن كثيرة ومواقع كثيرة في لبنان وليس فقط في بيروت لكسر المركزية ربما الثقافية؟ أول شيء متعودين إنه دائما إنه يكون المعارض بغرف مغلقة، بقاعات مغلقة. المرة كان المعرض أو المعارض عم تصير جزء منها بقاعات، الجزء الأكبر كان عم يكون بالهواء الطلق، يعني عندنا كورنيش البحر، عندنا أسواق بيروت، عندنا الحمامات الرومانية، عندنا المكتب الوطني، هول كلهم بالهواء الطلق. عندنا الباقي ببيت بيروت، عندنا بمسرح المدينة، عندنا بوزارة السياحة، عندنا بكثير أماكن مغلقة، بس أكثر كنا مركزين إنه تكون الصورة بالطريق بالشارع لحتى توصل أكثر وأسرع للمشاهدين، لحتى يكون عندهم يعني حيز أوسع لرؤية هذه الصور. نعم، إذا رمزي حيدر مدير مهرجان بيروت للصور وطبعا المصور المعروف، سعدت باستضافتك، شكرا جزيلا لك.